هل نجحت الجزائر في الخروج من الذائقة المالية بدون إضعاف القدرة الشرائية للمواطن؟ يجب أن نحسن جمع الضرائب كي نرفع في الإيرادات ونمكن إذن الدولة أن تكون عندها ميزانية للاستثمار. الولايات المتحدة الأمريكية ورقت خاشقجي من أجل التأثير على منظمة الأوبك باعتبار أن السعودية من أكبر المنتجين في المنظمة. إحنا يعني نسهلوا لكم في هذا المجال وأنتم سهلوا لنا في هذا المجال وهو مجال انخفاض في الأسعار. لأنه هل يمكن، هل ترى أن الصرافة الإسلامية في الجزائر بإمكانها أن تكون بديل لاستقطاب أموال الجزائريين؟ لم يكن هناك امتصاص للأموال النقدية الموجودة في السوق الموازية خارج عن النطاق الرسمي، لم تغير شيء. الأزمة المالية، التمويل غير التقليدي، التضخم، أي وصفة لعلاج اقتصاد البلاد؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم على الدكتور شكيب خليل.